جزء شو؟ خلينا نخلص الجزء بس معلش. لا جزء ما كفي، لازم تسمع جزئين. فقالت فصلت بلا ولا نص خطأ. ايه ها؟ فصلت بلا خطأ بعدين اقرا الجزء. غافر وفصلت وبعدين تخرج جزء عادي يعني حاضر؟ ايه ما اتفق، انا ما اتفقنا هيك. بس قلت لك فصلت عن غايب يعني البائع بلا خطأ. فصلت بلا خطأ غايب البائع ولا خطأ؟ ايه ماشي، وإذا في أخطاء نقرأ اللي بعدها. طيب ماشي تعال بعدين اذا في أخطاء بالشورى اللي بعد إيه؟ أنا قبل أن تعال راح أوقف الحفظ ليك، أنا عم بحفظك أنت. وقفت الحفظ هلا يا عم صورك، تعال على النص هون هيك. ها اللي عم صوري اللي حطها على تيك توك تبعي هلا بس بدون هذا أبو بكر بس كمان يحفظ المقروب هيك، ورفع جري فوق ورفع نزل تحت. اي والله يلا سمع جاهز؟ خليني بس خلص لو سمحت. طيب طيب يلا انطلق على السريع راجعهم يلا يلا. ايش اسمي هاج سأل هاي ما بتحفظ هيك؟ ما بحفظ مخي تحت. طيب جرب. لا تصبر لا تقول الله اكبر، مبين عورتك شفتها، مبين السره تبعك، مبين العوره، عم تقرا قران، مبين عورتك عم تقرا قران عن حاج شيخ. ايه نزلت مبين عورتك، شو هذا الصوت كمان؟ في صوت طيط. شو هذا بكره عم تقرا قران عم تطوط؟ شو راح تحفظ جاهز احمد؟ امه ها؟ شو رحت وين بعتتك جيتارات؟ لا طيب يلا يلا سمعت له يا ابوك صورة فصلت مع عن غايب بلا خطا بعد عن ضوء محمد تعمل بعد عن ضوء بس فصلت بلا خطا. يلا يا اولاد بدك تعمل شيء. شو سمع لاري؟ في مرهاف الموريوم ولا ما في مرهاف الموريوم؟ هذا ها؟ في ما في. ايوه كانوا كلمة الحق سبقت في سبق الحق محمد.